السلام عليكم أعزائي الطلبة، اليوم نحكي إن شاء الله على بكالوريا 2022، يعني جوان هذا اللي جاي. البكالوريا تاعو يعني مميزة جدا، يعني هناك كثير من الأسباب تخليها مميزة جدا وتخلي يعني التلاميذ والطلبة يعني نحب نولهوهم أنه هذه يعني ممكن نقولوا آخر فرصة ذهبية للطلبة، يعني فرصة إلهية منحت لهم، لازم يستغلوها. لماذا هي فرصة؟ هناك سببين. السبب الأول أنه باك جوان 2022 يمثل يعني نهاية عهد الكورونا، يعني الكورونا بدأت في 2019 ومشات 20 21 22 كما تعرفوا. من ناحية يعني الدروس في البكالوريات الآن في عهد كورونا، التركيز راح يكون بنسبة يعني فايت 90% على الفصل الأول فقط. يعني هذه منحة وفرصة وحاجة مليحة، يعني أنه الطالب يلقى روحه أنه فقط يحضر أو يركز في تحضيره البكالوريا على الفصل الأول. إذا السنة كذلك في 2022 الطالب كذلك راه في نفس السياق نتاع كورونا، راهو الآن حد الآن يتوقع أنه تكون الباك الجاي إن شاء الله من خلال يعني دروس أو في ضوء دروس الفصل الأول بنسبة أكثر من 90%، وشيء ما الفصل الثاني. لماذا؟ لانه لحد الان انا في بروتوكول كورونا، ولحد الان هناك يعني مازالت الدفعات، نظام الدفعات والافواج. اذا هنايا فرصه هذه ما تعوضش، ذهبيه. البكالوريا هذه مميزه، اذا اللي ما تستغلش فرصه هذه باك 2022 بس ركز على الفصل الاول بصفه خاصه ودي معدل مليح وعالي، يا راهو يعني يضيع فرصه عمره، لانه العام الجاي تبدا الامور، العام الجاي الامور عاديه، ثلاث فصول، دراسة عادية، كثافة الدروس، البكالوريا تجي من الفصل الأول والثاني والثالث، وغيرها. إذا قلنا السبب الأول وهو أنه التركيز في البكالوريا كذلك سنة ولآخر مرة راح يكون تقريبا الفصل الأول بنسبة 90%، إذا فرصة ما ضيعوهاش. الأمر الثاني في تصحيح البكالوريا كذلك كما هو معهود أو معروف في كورونا كذلك، يعني هناك يعني تعليمات وزارية أنه في تصحيح البكالوريا هناك يعني نوعا ما نوع من التسامح في بعض الامور من خلال تصحيح الاوراق في اجابه الطلبه. لماذا؟ لانه كان ظروف استثنائيه، واحد مريض، واحد عنده مريض، واحد عنده انسان كان عنده كورونا، واحد عنده والديه توفى، يعني هناك نوع من التسامح ويعني من المرونه في تصحيح الاوراق البكالوريا. السنة كذلك هي اخر فرصه، يعني ممكن يعني بفضل هذه رانا في اخر عهد كورونا، والبروتوكول هذا نتاع الافواج كذلك هنا يعني تصحيح السنة يكون بإذن الله يعني نوعا ما مرن، نوعا ما يعني يعني مقبول مقارنة مع السنوات الماضية العادية. والعام الجاي إن شاء الله يكون يعني يرجعوا للتصحيح العادي الصارم جدا. إذا استغلوا الفرصة هذه أنه السنة مادام فيها تصحيح يعني يكون تابع إلى عهد كورونا، يعني البكالوريا هذه 2022 هي آخر فرصة، هي آخر فرصة أنه الإنسان يستغل هذين السببين، أولا تركيز على الفصل الأول، وثانيا كذلك مرونة في التصحيح، لأنه بعد العام السنة إن شاء الله طرح كورونا نرجع للدراسة عادية، كثافة الدروس، صرامة تصحيح وغيرها. إذا خاوتي هذا هو فقط يعني لمحة ولفتة إلى أهمية باك جوان 2022 لمن يعني راه غافل باش يدارك، فقط اللي عنده يعني طموح معين باش يرفع معدله، يعني يجيب طب ولا يجيب حاجة مليحة، واللي معدله يعني في الريسك اسكو يجيب باك ما يجيبش، يحزن كذلك روحه، يضغط على روحه باش يلحق معدل لأهله باش يدي البكالوريا في آخر فرصة في عهد كورونا باك 2022. يعطيكم الصحة.